بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ الإملاء بسم الله العلي مستدرا غير الأرواح على ما أنا له أهواه وأثني بحمد موارده سائفة عليا ممتلئا من الشكر الجميل مطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقم للقرى الكريمة والاتباع وأستمدح الله تعالى رضوانه يخص العذرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومولاه أستجري هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغوايات في خطط القضاء وخطاه وأنصر بالقصة المولد النبوي جلودا لسانا عبقريا نائما من النسل الشريف عند حمل المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله حاضر اللهم قبره الكريم بعرق شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه.